لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنور جلالك وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كمالك، فتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند لهم في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها بحمله ورضاعه واتصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا جل عن الشبيه والنظير، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى بالإيمان مناديا وفي مرضاته ساعيا وإلى الجنة داعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، وصلى الله وملائكته وعباده الصالحون عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء
إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء بي حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجا منهم وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا عباد الله، فقد توجه إخوة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى مصر، ووصاهم نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا من أبواب متفرقة. والسبب في ذلك أنه ذكر أنه دعاهم إلى ذلك ووصاهم بالتفرق في الأبواب خشية عليهم من العين والحسد، فقد كانوا ذوي عدد وحسن وجمال، والعين حق كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتقى شر العين كما يظن كثير من الناس برش الملح أو بمسك الخشب أو بغير ذلك من الجهالات والضلالات والخزعبلات، ولا يتحصن كذلك من العين عباد الله بادعاء الجوع والحاجة وتراكم الديون، وأن المسكين قد كسر عليه الإيجار والنور والمياه والغاز إلى آخر موشح البؤس وشبورة الفقر التي يظن البعض أنه يخزي بها العين، وكذبوا. فإنما يتحصن العبد من العين ومن شر الحسد بالعمل الصالح، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: احفظ الله يحفظك. يتحصن من العين كذلك بالإحسان إلى الخلق، وإلا فالإنسان أسير الإحسان. ويتحصن كذلك من شر العين والحسد بالدعاء والرقى الشرعية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين، ورقى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس
أو عين حاسد الله يشفيك. فبمثل ذلك ينتقى شر العين والحسد. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال ذلك يعقوب عليه السلام أخذا بالأسباب. وقد قال العلماء عدم الأخذ بالأسباب طعن في التشريع، لأن الشرع عباد الله أمرنا أن نعقلها وأن نتوكل. فعدم الأخذ بالأسباب طعن وقدح في التزام المرء بشرع الله تعالى، والاعتماد على الأسباب قدح وطعن في التوحيد. والنجاة والفوز والسعادة أن يعافيك الله منهما. فتأخذ بالأسباب وتعلق قلبك بالواحد الوهاب سبحانه وبحمده. شأنك في ذلك كشأن نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يوم أن جمع بين الحسنين قائلا: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وظل قلبه معلقا بالله جل وعلا بدلالة قوله: وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. والتوكل عباد الله علم وعمل، علم بكفاية الله جل وعلا، كما قال إبراهيم عليه السلام يوم ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله عز وجل شر كل ذي شر وهو نعمة من يتوكل عليه. وقالها كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فالتوكل إذن عباد الله علم وعمل، علم لأن الله عز وجل وحده هو النافع الضار المعطي المانع، وأنه وحده عز وجل الذي بيده أزمة الأمور وتدبير الكون. ومن عجائب التدبير في حج هذا العام أن فئاما من الناس منعوا لسبب أو لآخر من أداء مناسك الحج، ووضعت بينهم وبين صعيد عرفة الحواجز، فجعلوا يجأرون إلى الله عز وجل أن يفرج كربهم وأن ييسر حجهم. فاخترقت تلك الدعوات المباركات السبع الطباق، وفي لحظات ودون تمهيد تبدلت الأحوال وتغيرت أيما تغيير، وانقلب الأمر رأسا على عقب. فقد هاجت عاصفة مصحوبة برعد وأمطار غزيرة، فاقتلعت هاتيك الحواجز، ومنعت أحدا أن يسأل أحدا عن تأشيرة أو تصريح حج أو غير ذلك. فدخل الجميع إلى صعيد عرفات مكبرين وملبين وموقنين وموقنين أن الأمر أمره، وأن الملك ملكه، وأن العبد عبده، وأنه الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فلزاما علينا نحن كذلك عباد الله أن نحسن الظن بالله، وأن نتوكل على الله عز وجل، وأن نوقن بقدرة الله وبوعد الله وبنصر الله. ومهما طال ليل الأمة وعظم بلاؤها واشتد كربها، ف
فالنصر والله قادم والتمكين آت آت. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا بقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت بدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أمته بانتصارهم على يهود، والذين يمعنون اليوم في انتهاك حرمات مقدساتنا وأقصانا. فقالت أحرف تلك البشارة المحمدية النبوية: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهود وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. والفائدة العظمى عباد الله من هذا الحديث أننا بالإسلام وبتحقيق العبودية ننتصر ونعيش كراما. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، يقول تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه. فالله عز وجل هو الذي يتفضل على عباده بالعلم، ولذلك قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله عز وجل هو الذي يتفضل على من يشاء من عباده بأن يفتح عليه من خزائن العلم وأمواله. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى في معرض الامتنان على نبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كثيرا ما يذكر الله عز وجل الكثرة في معرض الذنب، كما قال هنا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معرض بيان قلة أهل الحق وأتباع الأنبياء، قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنبي يوم القيامة ومعه الرجل نبي كريم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ومع ذلك آمن به وتبعه فقط وحصريا رجل واحد. يؤتى بالنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: كم يا رب؟ فيقال: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة، فاسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ولله ضر القائل، ولواحد في واحد كن واحدا، ولواحد لله كن لله، في واحد في طريق واحد وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، كن واحدا أي كن على الحق ولو كنت وحدك. يقول الله جل الله: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس، أي لا تحزن بما كانوا يعملون. وهذه الكلمة المباركة عباد الله، إني أنا أخوك، فيها من دفء المحبة وحنان الأخوة، فيها من دفء المحبة وحنان الأخوة ما فيها. ولم تكن محبة يوسف لبنيامين وبنيامين ليوسف محبة نسب فحسب، وإنما أعظم وأرقى وأنفع وأبرك من ذلك محبة الإيمان والإسلام والتوحيد التي كانت بينهما. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من تحققت فيه تلك المحبة وكانت أخوته لله وفي الله، بشره عليه الصلاة والسلام بتلك البشارة: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. البند الثاني من تلك البشارة: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. عباد الله، لقد أمر يوسف عليه السلام أخاه بنيامين أن يتكتم الأمر وأعلمه بالحيلة التي سيقوم بها ليبقيه معه في دار كرامته، والذي يظهر أن ذلك كان بوحي من الله تعالى بدلالة كذلك كدنا ليوسف، وإلا فأخذ أخيه الحبيب إلى أبيه صاحب القلب المكلوم يتنافى مع أبسط صور البر، ففيه من الأذى ما فيه. ولو لم يكن أخذ يوسف لبنيامين بإذن من الله عز وجل لكان صورة بشعة من أقبح صور العقوق. وفي قول الله جل الله: كذلك كدنا ليوسف
إثبات صفة الكيد لله تعالى، والكيد عباد الله هو التدبير في خفاء، وكيد الله عز وجل هو خير الكيد وأحسن الكيد، لا نقص فيه ولا ذم. يقول تعالى: فلما جهزهم بجهازهم، نحن الآن نستعرض تفاصيل الحيلة التي قام بها يوسف عليه السلام لاستبقاء بنيامين. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، والسقاية هي كأس الملك، وقد ذكر أنها كانت من ذهب وقيل من فضة. جعل السقاية والتي هي كأس الملك الذي يكال به، جعل السقاية في رحل أخيه أي في متاع بنيامين. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. وقد صدق في ذلك، فإن لم يكونوا قد سرقوا السواع فقد سرقوا أعظم من ذلك وأخطر، سرقوا يوسف من يعقوب. ولذلك أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حل بعير أي طعام كثير، وأنا به زعيم أي ضامن لمن يأتي بالصواع أن يأخذ الطعام. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي حكمه في شريعتنا أبناء يعقوب أن يكون السارق عبداً رقيقاً عند المسروق. فبدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في قانون الملك وحكمه إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، فكل عالم فوقه من هو أعلم منه، حتى ينتهي العلم إلى علام الغيوب الذي علم ما يكون تفصيلا، وعلم ما كان تفصيلا، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون تفصيلا. وأكم من آية عباد الله تصب في بحر علم الله. يقول الله جل الله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، وهو السميع يرى ويسمع ما في الكون من سر ومن إعلان، ويرى
خيانات العيون بلحظها، ويرى كذلك تقلب الأجساد. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، فتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أسماعنا، نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر منينا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها حظا ولا نصيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.